يسعد اوقاتكم مره تانية. اليوم بدنا نحكي طبعا يوم درس الثالث عشر. طيب اليوم بدنا نحكي عن words easily confused، يعني كلمات بيحصل فيها لبس بسهوله. عندي اربع كلمات، في عندي كلمه say، في tell وspeak وtalk. طبعا كل وحدة لها استخدام مختلف عن الأخرى. نأخذ كلمة كلمة، نأخذهم كلمة كلمة. عند الكلمة الأولى say something، طبعا هاي اختصار something. say something to somebody. somebody اختصار، هاي somebody يعني شخص ما. say something to somebody، يقول شيء لشخص. طيب tell somebody، شخص ما. tell somebody something، هاي بالعكس يعني تحكي. tell somebody يعني تخبر شخص ما شيء. الآن لاحظوا هاي عكس هاي. say something، قل شيئا لشخص. هون أخبر شخصا شيء. طيب speak هون معناها يتكلم. طيب speak بيجي وراها إيش؟ مفعول به. speak إيش؟ English مثلا، Spanish إلى آخره. آها الآن talk، لاحظ هنا talk مختلف معناها. talk معناها يتحدث. talk to بيجي وراها إيش؟ حرف جر. talk to somebody مثلا. talk to somebody. طيب الآن بدنا نأخذ مثال على كل واحدة من هذه الكلمات. say tell speak talk. say tell speak talk. طيب نأخذ على الجملة أو الكلمة الأولى say. لما نقول say، طيب مثال What did you say? What did you say? لاحظوا ما بقدر أحكي هون. What did you speak? What did you say? What did you say? مثلا What did you say? ماذا قلت؟ طيب نأتي إلى الكلمة الثانية. Tell. الآن مثال رامي told his friend everything about the مثلا about the crime أو trip إلى آخره. طيب الكلمة الثالثة speak، أو طبعا speak يتكلم أو يتحدث. speak مروان speaks English fluently، يتكلم اللغة الإنجليزية. لاحظوا بعد speak إجا مفعول به، هاي English مفعول به. هون told his friend، أيضا هون
ايش اجى مفعول به. طيب speak what مروان speaks English fluently. طيب نأتي إلى الكلمة الأخيرة اللي هي talk. talk talk قلنا معناها يتكلم أو يتحدث. مثال I can't talk to my father now. نقطة. He is sleeping. لاحظوا talk يتكلم بيجي وراها حرف جر to. talk to talk to. الآن أرجو منكم جميعا حبايبي تحاولوا أنكم تستخدموا هذه الكلمات في جمل. شكرا لحضوركم هذا الفيديو ونراكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة.